يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقيه الله برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره الحلقه الرابعه والسبعون بعد الثلاثمائه سلام عليكم على مائده القمر إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر براءة من السقيفتين سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف وولايه للبيعتين بيعه الغدير الاولى بيعه الامير وبيعه الغدير الثانيه بيعه القائم انه افطار القلوب على مائده المحبوب تفضلوا في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن يأخذه؟ هذا هو الجزء الثامن من الطبق السابع من أطباق مائدة القمر. الطبق السابع سلة الفواكه المنوعة مضمون هذه السلة إجابة على سؤالين لازال الكلام في السؤال الأول والذي كان بخصوص حكاية حليمة السعدية وتحديدا فيما يرتبط بارضاعها لرسول الله صلى الله عليه واله ايام رضاعه. تسلسل الحديث في الاجزاء المتقدمه وانا اجيب على هذا السؤال حتى وصلت معكم في الحلقه الماضيه للحديث عن برنامج الرعايه الخاصه لرسول الله قبل ولادته وبعد ولادته صلى الله عليه واله وعدتكم ان اضع بين ايديكم جانبا من المعطيات التي توضح هذا المضمون سابدا من هنا من سوره الشعراء من الايه الرابعه بعد العاشره بعد المئتين بعد البسمله وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم سياق واضح وواضح جدا في برنامج رعايه خاصه لرسول الله صلى الله عليه واله على طول الخط في كل حياته قبل الولاده وبعد الولاده ما اريد ان اقف عنده ما جاء في الايه التاسعه بعد العاشره بعد المئتين بعد البسمله وتقلبك في الساجدين الايه لها افاق اعلى افاقها ما جاء في احاديثهم من ان الساجدين هنا علي وفاطمه والحسن والحسين وتقلبك في الساجدين ما بين هؤلاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه واله لكنني لا اريد ان اتناول جميع الافاق وانما ساخذ منها ما يرتبط ببرنامج الرعايه الخاصه لرسول الله صلى الله عليه واله قبل ولادته وبعد ولادته بشكل مباشر وتقلبك في الساجدين هذا هو انتقال رسول الله صلى الله عليه واله من الاصلاب الى الارحام من الاصلاب الشامخه الى الارحام المطهره اقرا عليكم ما جاء في الجزء الاول من تاويل الايات الظاهره في فضائل العتره الطاهره للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي وهذه الطبعه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 397 من الجزء الأول إنه الحديث السابع والعشرون بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما الحديث طويل اقرأ من السطور الاخيرة من هذا الحديث الشريف إمامنا الكاظم يتحدث عن محمد وعلي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتحدث عن محمد وآل محمد عن محمد وعلي وفاطمة وعن ولد فاطمة إنهم الأئمة المعصومون في سلسلة ائمه اصحاب الكساء اليماني او في سلسله الائمه الاربعه عشر الامام يقول هم خلقوا من الانوار محمد علي فاطمه حسن حسين هذا الضمير يعود على هذه الاسماء الشريفه بحسب ما تقدم من سياق لكلام امامنا موسى بن جعفر هم خلقوا من الانوار وانتقلوا من ظهر الى ظهر وصلب الى صلب ومن رحم الى رحم في الطبقه العليا من غير نجاسه هذا هو برنامج الرعايه الخاصه بمحمد وال محمد عموما لكن الحديث في هذه الحلقه عن الرعايه الخاصه لرسول الله صلى الله عليه واله ما قبل الولاده وما بعد الولاده بشكل مباشر هم خلقوا من الانوار وانتقلوا من ظهر إلى ظهر وصلب إلى صلب ومن رحم إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة بل نقلا بعد نقل لا من ماء مهين ولا نطفة خشره وفي بعض النسخ جشره والنطفه الخشره هي النطفه الوسخه لا من ماء مهين ولا نطفه خشره كسائر خلقه بل انوار انتقلوا من اصلاب الطاهرين الى ارحام المطهرات نحن نتحدث عن الصديقه المطهره امنه انها امنه بنت وهب والده النبي امه الرحميه نتحدث عن فاطمه بنت اسد والده الامير الرحميه ووالده رسول الله والده التنشئه والرعايه والحراسه بل انوار انتقلوا من اصلاب الطاهرين الى ارحام المطهرات لانهم صفوة الصفوة اصطفاهم سبحانه وتعالى اصطفاهم لنفسه وجعلهم خزان علمه وبلغاء عنه الى خلقه هم الذين يبلغون عنه هم لسانه لسانه الناطق وجعلهم خزان علمه وبلغاء عنه الى خلقه أقامهم مقام نفسه لأننا لا نستطيع أن نتعامل مع الله بشكل مباشر تعاملنا معهم مع محمد وآل محمد أقامهم مقام نفسه لأنه لا يرى ولا يدرك ولا تعرف كيفيته ولا إنيته لا يعرف عنه شيء. فهؤلاء الحديث عن محمد وال محمد فهؤلاء الناطقون المبلغون عنه المتصرفون في امره ونهيه فبهم يظهر قدرته ومنهم ترى اياته ومعجزاته وبهم ومنهم عرف عباده نفسه وبهم يطاع امره ولولاهم ما عرف الله ولا يدرى كيف يعبد الرحمن فالله يجري امره كيف يشاء فيما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الكلمات واضحة وبينة تتحدث عن برنامج رعاية خاصة لمحمد وآل محمد عموما ولرسول الله خصوصا لأنه هو سيدهم والحديث هنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، لماذا؟ لأنهم صفوة الصفوة اصطفاهم لنفسه وجعلهم خزان علمه وبلغاء عنه إلى خلقه أقامهم مقام نفسه فحليمة السعدية في هذا السياق صار موقفها واضحا وواضحا جدا إنها ترضع من أقامه الله مقام نفسه لابد أن تكون طاهرة مطهرة لابد أن تكون نقية نظيفة إنها أم رسول الله بالرضاعة نذهب الى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ان لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانه والجوع بغلا اسعارهم، ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل، ونقص من, من الانفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج، ثم قال لي يا محمد هذا تاويله ان الله عز وجل يقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وتقلبك في الساجدين انه انتقال رسول الله صلى الله عليه واله ما بين الاصلاب الطاهره والارحام المطهره منذ زمان ابينا ادم حتى ولدته الصديقه الطاهره المطهره امنه بنت وهب صلوات الله وسلامه عليها انها ام محمد الرحميه صاحبه المنزله الجليله العاليه هذه ام محمد الصديقه الطاهره المطهره وتقلبك في الساجدين ما بين الاصلاب الطاهره والارحام المطهره حتى وصل النور الى صلب عبد المطلب صلوات الله عليه اقرا عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة وثمانية من الباب الذي عنوانه باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده بسند الكليني عن زرارة ابن أعيان عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحشر عبد المطلب يوم القيامه امه واحده هذا عبد المطلب يحشر عبد المطلب يوم القيامه امه واحده اجداد النبي كلما اقتربوا الى زمان ولادته كلما علا شانهم فعبد المطلب اعلى شانا من الذين سبقوه وهكذا وعبد الله والد النبي اعلى شانا من عبد المطلب وكذاك ابو طالب والد الامير اعلى شأنا من عبد المطلب. سيأتينا الكلام كلما اقتربت الاصلاب من مولد محمد ومن مولد علي وكلما اقتربت الارحام من مولد محمد ومن مولد علي تسامت 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 وتعالت سامقه تلك الاصلاب الشامخه وتنورت تلك الارحام المطهره الصادق يقول يحشر عبد المطلب يوم القيامه امه واحده الهراء الذي يذكر في كتب النواصب عن عبد المطلب ويذكر ايضا في كتب علماء الشيعه ممن تقدموا او ممن هم يعاصروننا ممن كتبوا في السيره هذا الهراء هراء الضلال ومن هنا فانني وضعت خطين متقاطعين على هذه الكتب لا اعبا بها ولا اشتريها بفلس ممسوح اتحدث عن كتب النواصب القديمه وعن كتب علماء الشيعه المتقدمين الذين اخذوا من النواصب وعن كتب السيره في زماننا التي كتبها علماء الشيعه في هذا الوقت يحشر عبد المطلب يوم القيامه أمة واحدة عليه سماء الأنبياء لأنه نبي لأنه نبي عبد المطلب من أوصياء إبراهيم وأوصياء إبراهيم أنبياء يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة عليه سماء الأنبياء لأنه نبي صلوات الله عليه عليه, عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك في الباب نفسه الحديث السادس والعشرون صفحة خمسمية وتسعة عن إمامنا الصادق أيضا بسند الكليني عن رفاعة عن صادق العتره كان عبد المطلب يفرش له بفناء الكعبة لا يفرش لأحد غيره فهو سيد الكعبة وهو وارثها هذه كعبة جده إبراهيم هو سيد الكعبة وهو وارثها وهو عظيم عظماء مكه هذا عبد المطلب هذا ابن هاشم كان عبد المطلب يفرش له بفناء الكعبه لا يفرش لاحد غيره وكان له ولد اولاده كثيرون وكان له ولد يقومون على راسه فيمنعون من دنا منه فجاء رسول الله حينما كان صغيرا فجاء رسول الله وهو طفل يدرج حتى جلس على فخذيه فاهوى بعضهم اليه لينحيه عنه اراد ان يرفع رسول الله من حجر عبد المطلب فقال له عبد المطلب دعبني لماذا فان الملك قد اتاه دع ابني فان الملك قد اتاه ها هو محمد ومحمد هو محمد اكان عمره يوما واحدا ام كان في اخر لحظه فارق فيها الدنيا محمد هو محمد هذا هو المحمود الاحمد هذا هو الحبيب الاعظم 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 وهذا حجر عبد المطلب هذا حجر جده هذا النبي المعصوم وصي ابراهيم انه عبد المطلب الطاهر المطهر فقال له لهذا الذي اراد ان يرفع محمدا صلى الله عليه واله ايام طفولته من حجر عبد المطلب: دع ابني فان الملك قد اتاه الاتصال الرباني جموع الملائكه نازله صاعده الى هؤلاء هؤلاء هم مختلف الملائكه هنا تطوف الملائكه هنا في فناء عبد المطلب وهنا هنا 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 من هو سيد عبد المطلب وسيد الجميع هذا محمد هذا محمد هذا ابو الزهراء المحمود الاحمد ماذا نقرأ في شأن أبي طالب وفي شأن عبد الله والد رسول الله إنهما الأطهران الأطهران من بين كل الذين انتقل النور المحمدي والنور العلوي عبر تلك الأصلاب الشامخة السامقة وعبر تلك الأرحام المطهرة المنورة في الباب نفسه في باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله في الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله كان إذ لا كان كان ولم يكن معه شيء. تتذكرون اركان عقيده التوحيد الركن الاول من اركان عقيده التوحيد كان الله ولم يكن معه شيء. ان الله كان اذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الانوار. الذي نورت منه الانوار واجرى فيه من نوره الذي نورت منه الانوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين اولين اذ لا شيء كون قبلهما اشاره الى الحقيقه المحمديه التي كونها الله فكانت ولم يكن معها شيء الركن الثاني من اركان عقيده التوحيد فلم يزال فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين الحديث عن محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب فهما أطهر كل الأطهار وأطهر من أبيهما عبد المطلب في اطهر طاهرين عبر سلسله الطاهرين عبر السلسله المنيره السبحانيه من الاصلاب الشامخه السامقه والارحام المطهره المنوره حتى وصلت الانوار الى عبد الله وامنه والى ابي طالب وفاطمه اطهر الطاهرين من الرجال واطهر الطاهرات من النساء انها الصديقه امنه بنت وهب وصديقه فاطمه بنت اسد ام علي وام محمد بالتنشئه والرعايه والحراسه صلوات صلوات على هذه الاسماء الطاهرة المنيرة حليمة السعدية تأتي في سياق شيعة هؤلاء انها من شيعة آمنة ومن شيعة فاطمة من شيعة آمنة بنت وهب ومن شيعة فاطمة بنت اسد انها من شيعه عبد المطلب من شيعه عبد الله والد رسول الله من شيعه ابي طالب والد امير المؤمنين انه كافل محمد صلى الله عليه واله الروايه التي بنيت عليها حديثي تاتي في هذا السياق نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا, إلا وقد, وقد ولوا, ولوا على, الناس على الناس حتى لا يقول قائل, قائل إن إنا لو ولينا لعدلنا, لعدلنا ثم يقوم, يقوم القائم, القائم بالحق, بالحق والعدل, والعدل وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال اذا اختلفت, اختلفت بنو اميه ذهب ملكهم ملكه ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضاره من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم بينه فاذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل الشرق واهل الغرب نعم واهل القبله ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا, فإذا نادى, نادى فالنف النف فوالله لكأني أنظر, أنظر إليه بين, بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد, جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء, من السماء أما إنه لا, لا يرد, يرد له, له. رايه أبدا, ابدا حتى, حتى يموت. يموت اعتقد ان الصوره باتت واضحه ولو بنحو اجمالي فيما يرتبط بمضمون الايه الشريفه من سوره الشعراء وتقلبك في الساجدين انه الانتقال النوري ما بين الاصلاب المطهره الشامخه السامقه وما بين الارحام المطهره المنوره هذا هو تقلب محمد صلى الله عليه واله في الساجدين وتقلبك في الساجدين ومن سوره الشعراء وحيث اشارت الى برنامج الرعايه الخاصه لرسول الله صلى الله عليه واله قبل الولاده وما بعد الولاده ايضا اذهب بكم الى سوره اخرى تحدثت عن جانب من جوانب برنامج الرعايه الخاصه لرسول الله صلى الله عليه واله انها سوره الضحى والضحى بعد البسمله. الآية الأولى بعد البسمله: والضحى، والليل إذا سجى. الآية الرابعة الرابعة بعد البسمله من سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. انها الايه التي بعدها ولا الاخره انها الرجعه الرجعه العظيمه. هذه البعثه الحقيقيه لمحمد صلى الله عليه واله. لست انا الذي اقول هم يقولون رواياتهم احاديثهم تفسيرهم تاويلهم. هكذا بايعنا في الغدير على أن نأخذ التفسير منهم صلوات الله عليهم لا من سقيفة بني ساعدة ولا من سقيفة بني طوسي ولا الآخرة إنها الرجعة العظيمة خير لك من الأولى خير لك من الأولى من مرحلة التنزيل ومن مرحلة الغيبتين في زمان التأويل (والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى في الجنان) في القيامة وللاخره خير لك من الاولى هذه ايام الله الثلاثه وللاخره الرجعه التي مقدمتها قيام القائم ولسوف يعطيك ربك فترضى في الجنان انها القيامه القيامه التي هي مقدمه الجنان ايام الله ثلاثه يوم القائم ويوم الرجعه ويوم القيامه الكبرى الم يجدك يتيما فاوى الايه واضحه ما قالت الم يجدك يتيما فاواك عند جدك عبد المطلب او فاواك عند عمك ابي طالب او فاواك عند امك فاطمه بنت اسد هو الذي كان يسميها امي محمد هو الذي كان يسمي فاطمه بنت اسد يسميها بامه الم يجدك يتيما فاوى هذا الايواء كان عند الله فهؤلاء هم ابواب الله عبد المطلب باب من ابواب الله ابو طالب باب من ابواب الله فاطمة بنت أسد باب من أبواب الله ألم يجدك يتيما فآوى الآية لها دلالات كثيرة سأقرأ عليكم ما جاء في الروايات والأحاديث هذه دلالة من الدلالات وإلا هناك دلالة أخرى ألم يجدك يتيما وجودا منفردا فمحمد وجود منفرد ولذا توفي ابوه توفيت امه حتى لا يكون لابيه من فضل على محمد وهو يتحرك على الارض ولا يكون لامه هذا لا يعني ان محمدا صلى الله عليه واله ينكر فضل ابيه وفضل امه ولكن ليس هناك من كائن فوق محمد ليس هناك من كائن يأمر محمد فقدانه لأبويه لوالده ووالدته هو جزء من برنامج الرعاية المحمدية أولاد لم تبقى إلا الزهراء لأن الزهراء أمه أم أبيها ولأن الذرية المحمدية من الزهراء فليس له لا من ولد ولا من بنت بنته الوحيده فاطمه هي ام الوجود ام ابيها عبد المطلب ابو طالب الجميع الجميع ذهبوا محمد كيان لا يماثله كيان كيان يتيم الكيان اليتيم الكيان المنفرد الكيان المنقطع ولذا يقال للدرة التي لا تماثلها درة في لغة العرب الدرة اليتيمة لا توجد نسخة ثانية منها هل هناك من نسخه لمحمد بما هو محمد علي نسخه لمحمد ولكن علي هو محمد من جهه وهو علي من جهه اخرى مثلما محمد هو علي من جهه وهو محمد من جهه اخرى محمد المحمد حقيقة يتيمة منقطعة منفردة لا مثيل لها ولا نسخة أخرى منها هذا محمد المحمود الأحمد ألم يجدك يتيما فأوى فأوى أوى إليك الأنبياء أوى إليك الخلق اوى اليك قومك الذين حاربوك وارادوا قتلك ووجدك ضالا فهدى ضالا في نظر قومك كنت منفردا منقطعا عنهم لا يماثلك مماثل فهدى الناس اليك ووجدك عائلا فاغنى، اغناك من جهه بمال خديجه، خديجه الطاهره المطهره، هذه القديسه الصديقه، في كتب النواصف يقولون من انها كانت قد تزوجت قبل رسول الله، كذب هذا كذب هذا خديجة الكبرى ام فاطمة هذه القديسة الطاهرة المطهرة تزوجها رسول الله وكان عمرها بعمره كانت في الخامسة والعشرين انها شريفة الاشراف وسيدة السيدات في مكة إنها الشريفة الغنية الكريمة الجميلة الجليلة إنها أم فاطمة وزوجة محمد صلى الله عليه وآله الطاهرة المطهرة خديجة جزء مهم من برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه واله. هذه المرأة أعدت وهيئت. أبوها مات. ليس لها من ولي يتولى أمرها، هي ولية أمرها. حكاية خديجة طويلة مفصلة، البرنامج ليس مخصوصا للحديث عن ام فاطمه. لكن الايات اشارت اليها ووجدك عائلا فاغنى انما اغناك باهل بيتك بعلي وفاطمه وولد فاطمه. من الحسن المجتبى الى القائم العظيم ووجدك عائلا فاغناك بهذا يا رسول الله ساقرا عليكم ساعود الى هذه السوره في وقت اخر كي اسلط الضوء على تفاصيلها لكنني جئت بها مثالا من الكتاب الكريم حيث يحدثنا عن برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه واله حتى نعرف ان رواية الكافي من أن أبا طالب أرضع رسول الله رضاعا خاصا هذا ما هو كرضاع النساء هذا رضاع الفيض مثلما أرضع محمد صلى الله عليه وآله حسينا أرضعه رضاع الفيض هذه الصلة والعلاقة الخاصة فيما بين أبي طالب ومحمد صلى الله على محمد واله وصلى الله على ابي طالب وعلى عبد المطلب وعلى اجداد رسول الله صلى الله عليه واله اقرا عليكم من تفسير القمي انها احاديث ائمتنا جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 758 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وللآخرة خير لك من الأولى يعني الكره هي الاخره للنبي هنا في هذه الايه قلت الذي يقول قلت هو ابو بصير لانه هو الذي كان يسال الامام الصادق قلت قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال يعطيك من الجنه فترضى أما وللآخرة خير لك من الأولى إنها الكرّة إنها الرجعة وتستمر الروايات والأحاديث عنهم ألم يجدك يتيما فآوى فآوى إليك الناس أرجع الناس إليك ووجدك ضالا فهدى أي هدى إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك تعول أقواما أنت الذي تعولهم ترعاهم فأغناهم بعلمك لاحظوا معارض الكلام كيف تكون الم يجدك يتيما فاوى فاوى اليك الناس ووجدك ضالا فهدى اي هدى اليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك ووجدك عائلا فاغنى اي وجدك تعول اقواما انت تعولهم فاغناهم بعلمك ويستمر علي ابن إبراهيم القمي يذكر مضامين أخرى من حديثهم صلوات الله عليهم ألم يجدك يتيما فآوى اليتيم الذي لا مثل له ولذلك سميت الدرة اليتيمة لأنه لا مثل لها ووجدك عائلا فاغنى فاغناك بالوحي فلا تسال عن شيء احدا لست محتاجا لاحد انت الغني المغني يا رسول الله ووجدك ضالا فهدى وجدك في قوم لا يعرفون فضل نبوتك فهداهم الله بك هذا ما جاء عنهم صلوات الله عليهم وذكره لنا علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت، لبنان وهذا هو الجزء الأول من الباب الخامس عشر الحديث الأول حديث طويل في شؤون الأنبياء وكيف ذكرهم القرآن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بشأن آيات سورة الضحى وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه واله ألم يجدك يتيما فأوى يقول ألم يجدك وحيدا فأوى إليك الناس ووجدك ضالا يعني عند قومك فهدى أي هداهم إلى معرفتك ووجدك عائلا فاغنى يقول اغناك بان جعل دعاءك مستجابا الذي يستجاب دعاؤه هل يكون فقيرا بامكانه ان يكون اغنى الاغنياء ووجدك عائلا فاغنى يقول اغناك بان جعل دعاءك مستجابة هذه جهات آفاق السورة أعمق من ذلك بكثير هذه وجوه مثل ما قرأت عليكم عن إمامنا الصادق من أن الكلمة من كلماتهم تنصرف إلى سبعين وجه ولهم من جميعها المخرج هذه هي الوجوه الكثيرة التي تنصرف كلماتهم اليها القرآن كلماتهم والروايات كلماتهم ومنطق القرآن هو منطق حديثهم ومنطق حديثهم هو منطق قرآنهم في معاني الأخبار الشيخ الصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الشيخ الصدوق يحدثنا عن ابن عباس وابن عباس يقول: سألته حينما يقول سألته يعني سأل أمير المؤمنين عن ابن عباس في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة إنه الحديث الرابع بسند الصدوق عن ابن عباس قال سألته سأل الأمير عن قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى قال إنما سمي يتيما لأنه لم يكن له نظير على وجه الأرض من الاولين ولا من الاخرين فقال الله عز وجل ممتنا عليه بنعمته الم يجدك يتيما اي وحيدا لا نظير لك فاوى اليك الناس وعرفهم فضلك حتى عرفوك ووجدك ضالا يقول منسوبا عند قومك الى الضلاله فهداهم لمعرفتك ووجدك عائلا يقول فقيرا عند قومك يقولون لا مال لك فأغناك الله بمال خديجة ثم زادك من فضله فجعل دعاك مستجابا حتى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهبا لنقل عينه الى مرادك واتاك بالطعام حيث لا طعام واتاك بالماء حيث لا ماء الله سبحانه وتعالى واتاك بالطعام حيث لا طعام واتاك بالماء حيث لا ماء الاشاره الى المعجزات الكثيره بهذا الخصوص وهذا الشان التي ذكرت في احاديثنا في احاديث سيره نبينا صلى الله عليه واله واتاك بالطعام حيث لا طعام واتاك بالماء حيث لا ماء واغاثك بالملائكه حيث لا مغيث فاظفرك بهم اظفرك بالملائكه على اعدائك وكل هذه المعاني تقريبية في افق من الافاق السورة سورة الضحى هي اعمق بكثير من كل هذا الذي قراته عليكم من الروايات لكن الذي قراته من الروايات والاحاديث الشريفة من احاديثهم يمثل وجوها من وجوه معاني هذه الآيات في السورة الشريفة بالإجمال ما بين الآيات وما بين الروايات فإن سورة الضحى تحدثنا عن برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله ما قبل الولادة وما بعد الولادة بنحو مباشر قريب أو بنحو غير مباشر وبعيد قطعا السورة تحدثت عن بعض الجهات وسورة أشارت إلى أيام الله إلى أيام محمد وآل محمد إلى يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى ولا الآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى الى اخر ما جاء في السوره الشريفه صار واضحا عندنا القران مليء بهذه المضامين هذه امثله هذه امثله ما جئتكم به من سورة الشعراء وتقلبك في الساجدين إلى ما اشرت اليه من ايات سورة الضحى امثلة تشير إلى برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه واله وتأتي رواية الكافي التي تحدثت عن ارضاع ابي طالب انه ارضاع الفيض وما هو بارضاع كارضاع النساء الى ذكر الطاهره النظيفه ام رسول الله بالرضاعه حليمه السعديه كل هذا يمثل جانبا من جوانب برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه واله والقرآن ذكر لنا مثالا فيما يرتبط بصناعة موسى وصناعة مريم ان انبتها نباتا حسنا برنامج الرعاية الخاصة للرجال وللنساء من المقربين الى الله سبحانه وتعالى. القرآن تحدث عن وتحدث عن برنامج الرعاية لرسول الله في الكثير من مواطن الآيات والسور وفي الأدعية وفي الزيارات وفي الروايات حدثونا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. نذهب الى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند ابي عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون والينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن ان تكذب فلسنا نوقت لاحد وقتا روايه الكافي التي نحن بصددها تتحدث عن علاقه خاصه بين ابي طالب والنبي الأعظم سأعرض لكم نماذج من الأحاديث الشريفة التي تجري في هذا المجرى والتي تنبئ عن المنزلة العظيمة لأبي طالب صلوات الله عليه مرت علينا الرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول من أن نور محمد ونور علي هذان النوران يجريان حتى وصل إلى أطهر طاهرين عبد الله وأبي طالب عبد الله وأبو طالب صنوان عبد الله وأبو طالب في مرتبة واحدة في منزلة واحدة وهما 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 شقيقان من أم واحدة من أم صديقة إنها فاطمة المخزومية هذه الطاهرة المطهرة والدة عبد الله والد رسول الله ووالدة ابي طالب والد امير المؤمنين هذان من ابناء عبد المطلب لهما من الخصوصية ما ليس لغيرهما أتحدث عن عبد الله الطاهر المطهر والد رسول الله وعن أبي طالب الطاهر المطهر والد أمير المؤمنين أبو طالب كان آخر أوصياء إبراهيم أوصياء إبراهيم كلهم أنبياء لكن أبا طالب هو اطهر الاطهار مثلما عبد الله في اطهر طاهرين فعبد الله والد النبي وابو طالب والد علي هما اطهر طاهرين هما صنوان عبد الله صنو لابي طالب وابو طالب صنو لعبد الله الطاهر المطهر الجزء الأول من تأويل الآيات الظاهرة وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 396 إنه الحديث السادس والعشرون بسنده عن المفضل بن عمر عن امامنا الصادق صلوات الله عليه عن ابائه عن امير المؤمنين صلوات تترى وسلام يتواصل على تراب اقدام امير المؤمنين امامنا الصادق يحدثنا عن جده امير المؤمنين كان ذات يوم جالسا في الرحبه انها الرحبه التي كانت تسمى برحبه علي ساحه واسعه في وسط الكوفه تمتد مما بعد المسجد في ايام الامير كانت تسمى برحبه علي لانه كان يتواجد فيها كثيرا كي يلتقي بالناس كان ذات يوم جالسا في الرحبه والناس حوله مجتمعون فقام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين انك بالمكان الذي انزلك الله به وابوك يعذب بالنار هذا منطق اعداء علي هذا منطق الانجاس من ابناء الزواني لا شان لنا بهم هذا منطق ابناء الزواني فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنك بالمكان الذي أنزلك الله به وأبوك يعذب بالنار فقال له قال الأمير ما ما هذا الذي تقوله أكفف عن هذا الكلام ما فض الله فاك والذي بعث محمدا بالحق نبيا هذا قسم امير المؤمنين والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع ابي في كل مذنب على وجه الارض لشفعه الله فيهم ابي يعذب بالنار وابنه قسيم الجنه والنار امير المؤمنين هكذا يقول والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع ابي في كل مذنب على وجه الارض في كل مذنب يعني لو اراد ابو طالب ان يوسع قانون الشفاعه، فقانون الشفاعه بحسب احاديث رسول الله صلى الله عليه واله لاهل الكبائر. لكن ابا طالب اذا اراد ان يوسع هذا القانون واراد ان يشفع للجميع من اهل الكبائر ومن غيرهم لشفعه الله فيهم والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع ابي في كل مذنب على وجه الارض لشفعه الله فيهم ابي يعذب بالنار وابنه قسيم الجنه والنار ثم قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا ان نور ابي طالب يوم القيامه ليطفئ انوار الخلق لشدته الا الا خمسه انوار نور محمد ونوري ونور فاطمه ونور الحسن ونور الحسين ومن ولده من الائمه انها سلسله الائمه الاربعه عشر هؤلاء هم الحجج الاعظم هذه الروايه روايه عجيبه امير المؤمنين يقول والذي بعث محمدا بالحق نبيا ان نور ابي طالب يوم القيامة ليطفئ انوار الخلق مر علينا الكلام من انه وعبد الله والد النبي اطهر طاهرين افضل من عبد المطلب وافضل من سلسلة الاباء والاجداد الى ابراهيم بحسب هذه النصوص فهو أفضل من إبراهيم وأفضل من الذين سبقوا الروايات عندنا الشاهدان للأنبياء من حمزة وجعفر ومنزلة حمزة ومنزلة جعفر دون منزله ابي طالب هذا ابو طالب هذا اطهر الطاهرين امير المؤمنين هو الذي يقول والذي بعث محمدا بالحق نبيا ان نور ابي طالب يوم القيامه ليطفئ انوار الخلق بكل انبيائهم وبكل المرسلين إلا خمسة أنوار نور محمد ونوري الأمير هو الذي يتحدث ونور فاطمة ونور الحسن ونور الحسين ومن ولده من الأئمة إنهم العترة الحسينية من السجاد إلى القائم ثم يقول أمير المؤمنين لأن نوره لأن نور أبي طالب من نورنا من نور الأئمة الأربعة عشر هذه هي الخصوصية في أبي طالب ومن هنا من هنا كانت العلاقة الخاصة فيما بين أبي طالب ومحمد صلى الله عليه وآله إنها النورية المتفرعة من نورية محمد أبو طالب حين أرضع محمدا إن محمدا أرضع نفسه بنفسه هذا هو إرضاع الفيض فنور أبي طالب من نور محمد ونور محمد هو النور الأعلى لأن نوره من نورنا الذي خلقه الله عز وجل من قبل خلق ادم بالفي عام الكلام في جو المداراه والتقريب الكلام بحسب المتلقي هذه المضامين اعمق مما يظهر من الفاظها واعمق بكثير مما استطيع بيانه. واعمق بكثير مما يصل اليه فهمي. واعمق بكثير مما تتصورونه من خلال فهمكم لحديثي. انا وانتم على شواطئ الفهم. عميق الفهم ليس كذلك القضيه اعمق واعمق واعمق سلام سلام على ابي طالب صلوات على ابي طالب نذهب الى فاصل عن ابي بصيره قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من احب ان يكون مسكنه الجنه وماواه الجنه فلا يدع زياره المظلوم قلت من هو قال الحسين بن علي صاحب كربلاء من اتاه شوقا اليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمه وحبا لامير المؤمنين صلوات الله عليهم اجمعين اقعده الله على موائد الجنه ياكل معهم والناس في الحساب عن عبد الله بن زراره قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ان لزوار الحسين بن علي يوم القيامه فضلا على الناس قلت وما فضلهم قال يدخلون الجنه قبل الناس باربعين, بأربعين عاما وسائر, وسائر الناس في الحساب, في الحساب والموقف, والموقف الحديث الحادي والعشرون من باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه واله من الجزء الاول من الكهف الشريف من الطبعة التي أشرت إليها سابقا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نزل جبرائيل على النبي فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام النبي ليس محتاجا لجبرائيل هذه الاحاديث تقريبية تقريبية نزل جبرائيل على النبي فقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويقول اني قد حرمت النار على صلب انزلك إنه أطهر الطاهرين. إنه عبد الله الطاهر المطهر. إني قد حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك إنها الصديقة الطاهرة إنها أم محمد آمنة وحجر كفلك هذا حجر عبد المطلب وهذا حجر ابي طالب وهذا حجر فاطمه بنت اسد وحليمه السعدية تدخل في هذا السياق هذه الروايات تبين جانبا من الحقيقه لا تتحدث عن كل التفاصيل هذا حديث اجمالي اني قد حرمت النار على صلب انزلك وبطن حملك وحجر كفلك فالصلب صلب ابيك عبد الله بن عبد المطلب والبطن الذي حملك فامنة بنت وهب واما حجر كفلك فحجر ابي طالب وفاطمه بنت اسد كما قلت لكم هذه الروايه وامثالها من الروايات الاخرى التي مرت علينا والتي سأتلو منها ما اتلو فيما بقي من الحلقه هذه الروايات لا تبين الحقيقه الكامله وانما تعرض لجانب من الموضوع في بعض الاحيان يكون السبب من الرواه في نقلهم للروايات وفي بعض الاحيان يكون السبب بسبب المتلقي فان الامام يحدث المتلقي بحدود فهمه بحدود ادراكه لذا علينا ان نجمع بين كل هذه المعطيات بين المعطيات المتقدمه من ايات الكتاب ومن الاحاديث التي فسرتها وبين ما عرضته لكم من الحقائق الواضحه الجليه من كل كلماتهم المتقدمه ومما بقي وانا لست بصدد الاستقصاء، انا اعرض لكم نماذج من رواياتهم واحاديثهم التي ترتبط بموضوع الحلقه فحديثي عن الرعايه الخاصه لرسول الله. الا تجدون ان الروايه التي قراتها عليكم من هذا الباب نفسه بخصوص ارضاع ابي طالب للنبي ومن انتظاره لمجيء حليمه السعديه الا ترون ان الروايه هي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومه اني قد حرمت النار على صلب انزلك وبطن حملك وحجر كفلك فالصلب صلب ابيك عبد الله بن عبد المطلب والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهب واما حجر كفلك فحجر ابي طالب وفاطمة بنت اسد في بعض الروايات ذكر ابو طالب لوحده وفي روايات اخرى ذكر أبو طالب وذكرت فاطمة بنت أسد وهذا هو الذي يجعلني أقول من أن الروايات هذه تتحدث عن جانب من الحقيقة من الباب نفسه إنه الحديث الثامن عشر بسنده بسند الكليني عن درست ابن أبي منصور سأل الإمام الكاظم صلوات الله عليه أكان رسول الله صلى الله عليه وآله أكان رسول الله محجوجا بأبي طالب لماذا سأل هذا السؤال لأن أبا طالب أصحاب الأئمة يعرفون من انه اخر وصي من اوصياء ابراهيم ويعرفون ايضا من ان اوصياء ابراهيم انبياء ويعرفون ايضا من ان عبد الله والد النبي وابا طالب والد الامير اطهر الطاهرين في سلسله الاباء والاجداد فلذا هذا الراوي يسأل الإمام الكاظم: أكان رسول الله محجوجا بأبي طالب؟ يعني أن أبا طالب له حجة على رسول الله؟ فقال لا ولكنه كان مستودعا للوصايا هذا جزء من العلاقة الخاصة بين ابي طالب ومحمد صلى الله عليه واله ولكنه كان مستودعا للوصايا لانه اخر اوصياء ابراهيم ولكنه كان مستودعا للوصايا فدفعها اليه قال قلت فدفع اليه الوصايا على انه محجوج به فقال لو كان محجوجا به ما دفع اليه الوصيه يعني لو كان محمد محجوجا بابي طالب فقال لو كان محجوجا به ما دفع اليه الوصيه لأن حجه ابي طالب ستكون اعلى لكن لأن ابا طالب كان محجوجا بمحمد ومن هنا دفع اليه الوصايا. قال: فقلت فما كان حال ابي طالب؟ قال اقر بالنبي وبما جاء به ودفع اليه الوصايا ومات من يومه. هذه الروايه ايضا تحدثنا عن جانب من الحقيقه وعن شان من شؤون برنامج الرعايه الخاصه لرسول الله والذي كان على راسه على راس هذا البرنامج كان ابو طالب ولذا هذا الاشكال السخيف الذي يشكلونه على الروايه التي نحن بصددها من أن عبد المطلب هو الذي تولى أمر تسليم محمد أيام رضاعه إلى حليمة السعدية. هذا الهراء جاء به من كتب النواصب ومن كتب علماء الشيعة المتقدمين الذين نقلوا عن النواصب ومن كتب العلماء المعاصرين. الذين حاولوا هدم بعض البناء الفاسد مما جاء في كتب النواصب لكنهم عادوا فرمموا البناء بنفس المواد الفاسده فجاء بناؤهم فاسدا ومضللا للشيعه ومن هنا فانني احذر الشيعه ان يعتمدوا على كتب السيره التي كتبها علماء الشيعه المعاصرون لانها كتب ناصبيه قذره. ما يظهر مما كتبوه من انهم هدموا بعض البناء الفاسد، لقد اعادوا بناءه بنفس المواد الفاسده ومن هنا فاذا اردتم ان تتعاملوا مع هذه الكتب لا بد ان تتعاملوا بحذر، واذا اردتم ان تاخذوا مطلبا منها عليكم ان تعرضوه على حقائق ثقافه الكتاب والعتره، والا فهذه كتب موبوءة قذره الى ابعد الحدود، لانها تعتمد على قذارات النواصب. هذا هو واقعنا الشيعي. فماذا نصنع لهذا الواقع الموبوء القذر الذي تقذر بقذارات النواصب بسبب مراجع النجف وكربلاء الذين غطسوا في العيون الكدره القذره وغطسوا الشيعه معهم ايضا نذهب الى فاصل عن جعفر الجعفي قال سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت ومن, ومن لا يعرف, يعرف الله عز وجل ولا, ولا يعرف, يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا في الكافي الشريف في الباب نفسه انه الحديث الحادي والثلاثون اقرا موطن الشاهد منه عن عبيد بن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما توفي ابو طالب نزل جبرائيل على رسول الله فقال يا محمد اخرج من مكه فليس لك فيها ناصر الناصر الحقيقي في مكه هو ابو طالب اعظم حدث في تاريخ الاسلام في مرحله التنزيل اعظم حدث الهجره حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه واله الى المدينه تحقق اعظم حدث في تاريخ الاسلام في مرحله التنزيل مقدمه هذا الحدث وفاه ابي طالب لان ابا طالب رحل عن الدنيا لم يبقى للإسلام من سند أو من أساس أو من معتمد يعتمد عليه الإسلام ولذا لا بد من بداية جديدة لقد انتهت مرحلة برحيل أبي طالب الطاهر المطهر صلوات الله عليه عن هذه الدنيا انتقاله عظيمه حدثت بعد رحيل ابي طالب عن الدنيا هذه الانتقاله امر ضروري من دونها ليس هناك من بقاء للاسلام حياة رسول الله صلى الله عليه واله اصبحت في خطر مداهم ومباشر كل هذا يعطينا هذا المعنى من ان ابا طالب كان حافظا وحارسا وكان هو الذي يرعى حياه رسول الله حياه رسول الله كانت متوقفه على وجود ابي طالب اتحدث عن حياته الدنيويه في مكه كانت حياته متوقفه على وجود ابي طالب وكان الاسلام موجودا وباقيا بوجود ابي طالب الا لعنه الا لعنه لا اقول على الذين يقولون من ان ابا طالب مات على الشرك هؤلاء حتى هذه اللعائن قليله بحقهم وانما اقول الا لعنه الا لعنه على الذين يقولون من ان ابا طالب اسلم متى لم يكن مسلما حتى انه اسلم هذا وصي من اوصياء ابراهيم وهذا نبي من الانبياء معصوم طاهر مطهر متى لم يكن مسلما حتى نقول عن ابي طالب من انه اسلم الا لعنه على العقول التي تفكر بهذا المنطق الأخرق أنا أتحدث عن العقول الشيعية القذرة التي تقذرت بمنهج حوزة النجف وكربلاء أتحدث عن هذه العقول النجسة التي تنجست بنجاسات سقيفة بني ساعدة ونجاسات سقيفة بني طوسي لما توفي أبو طالب نزل جبرائيل على رسول الله فقال يا محمد اخرج من مكة فليس لك فيها ناصر لقد ارتحل أبو طالب ارتحل العماد والعمدة والمعتمد لقد ارتحل الحارس الامين والحافظ العظيم لقد ارتحل اخر وصي من اوصياء ابراهيم الخليل ارتحل والد علي امير المؤمنين ارتحل ذاك الذي كان على صله خاصه ورابطة نورية مع محمد صلى الله عليه واله. لقد ارتحل الاشرف والاطهر والانقى ارتحل ابو طالب عن الدنيا فما بقي لك ناصر يا رسول الله الى المدينه الى يثرب الى يثرب يا محمد. صلوات على محمد وآل محمد نذهب الى فاصل. عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له ما بال امير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فاذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل جلاله فقتله. في زياره النبي صلى الله عليه واله اقرا عليكم من مفاتيح الجنه واتمنى عليكم ان تعودوا الى زياره رسول الله التي نزوره بها من بعد فماذا نقول في وداع رسول الله في زيارته الشريفه اشهد يا رسول الله انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها نص واضح يختصر كل المطالب التي ذكرتها لكم هذه زياراتهم زياراتهم مصادر معرفة كنوز عقيدة مشكلة الشيعة يقرؤون الزيارات من دون فهم. الا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. زياراتكم التي تقرؤونها لا خير فيها وهذا يعني انكم لا خير فيكم. لماذا اصبحتم هكذا؟ لان مراجعكم لا خير فيهم. لانهم حينما يقرؤون الزيارات لا يفقهونها ولا يفهمونها. الدليل اجوبتهم السخيفة. في مواقعهم الالكترونيه حينما يسالون عن مضامين الزيارات من المرجع الاعلى الى المرجع الاسفل اجوبه سخيفه تافهه سفيه هكذا نقرا في زياره رسول الله صلى الله عليه واله في وداع الزياره اشهد يا رسول الله انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها حليب حليمه ياتي في نفس هذا السياق قد لا تكون حليمه السعديه في سلسلة الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لكنها لا بد أن تكون طاهرة في شخصها نظيفة نقية ولا بد أن يكون حليبها في أعلى درجات الطهارة والنظافة والنقاء حتى تكون أما لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرضاعة فهي تاتي في سياق هذا البرنامج هذا البرنامج له اصل وله فرع اصل البرنامج في عبد الله والد رسول الله وفي امنه ام رسول الله هذا اصل البرنامج اما فرع البرنامج فياتي في جهه من جهاته في رعايه عبد المطلب في رعايه ابي طالب في رعايه فاطمه بنت اسد وفي فرع اخر في رعايه حليمه السعديه وطهاره حليبها وطهاره نفسها وشخصيتها أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وهذا نقرأه أيضا في زيارة وارث التي نزور بها سيد الشهداء نخاطب الحسين يا مولاي يا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها حسين مني حسين مني وأنا من حسين وفي حديث آخر أنا أنا من حسين وحسين مني هناك حديثان عندنا حسين مني وأنا من حسين هذا الحديث المشهور وهناك حديث آخر أنا من حسين وحسين مني يا مولاي يا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وماذا نقرا في زياره رسول الله صلى الله عليه واله ايضا هكذا نقرا في زيارته التي قرات ما قرات عليكم منها قبل قليل الحديث عن رسول الله الذي غمسته نخاطب الله ونحدثه عن رسول الله الذي غمسته في بحر الفضيله والمنزله الجليله والدرجه الرفيعه والمرتبة الخطيرة الخطيرة العظيمة العالية وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك له وتحننا منك عليه هذا هو برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله لطفا منك له وتحننا منك عليه اذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمه حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح والحديث عن حليمه السعديه ياتي في هذا السياق لابد ان حليبها كان محفوظا عن مدانس العهر ومعائب السفاح حتى رفعت به نواظر العباد واحييت به ميت البلاد بان كشفت عن نور ولادته ظلم الاستار والبست حرمك به حلل الانوار اقرا العبائر مره اخرى لا اجد وقتا لشرحها وقت الحلقه اقترب من النهايه هذه العبائر تشتمل على الكثير من المعاني لكنها تلخص لنا ما تقدم من كلام ويضاف اليه الكثير 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 الذي انه رسول الله الذي غمسته يا الله الذي غمسته في بحر الفضيله والمنزله الجليله والدرجه الرفيعه والمرتبه الخطيره واودعته الاصلاب الطاهره ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفاً منك له وتحنناً منك عليه إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عيناً عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح حتى رفعت به نواظر العباد واحييت به ميت البلاد بان كشفت عن نور ولادته ظلم الاستار والبست حرمك به حلل الانوار هذا الكلام ينطبق على محمد وعلى علي بالتمام والكمال والبست حرمك به حلل الانوار قلب الحرم الكعبه وعلي ولد فيها وحينما ولد فيها البسها الله حلل انوارها الحديث عن محمد وعلي محمد هو علي وعلي هو محمد الا ان محمدا محمد وعليا علي صلوات الله وسلامه عليهما والهما الاطيبين الاطهرين ماذا نقرا في كامل الزيارات هذه الطبعه طبعه مكتبه صدوق طهران ايران انه الباب السادس عشر الحديث الرابع أقرأ من الصفحة الخامسة والخمسين حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أجواء ولادة الحسين ماذا يقول إمامنا الصادق عن مولد سيد الشهداء ولم يرضع الحسين من فاطمة لم يرضع الحسين من فاطمة في مقطع مثل ما لم يرضع رسول الله من أمه آمنة جف الحليب في صدرها هذا جزء من برنامج الرعاية الخاصة جف الحليب في صدر آمنة الحسين لم يرضع من فاطمه وهي فاطمه في مقطع زماني لماذا؟ لأن الرضاع هنا سيكون رضاع فيض كرضاع محمد من كافله ابي طالب ولم يرضع الحسين من فاطمه ولا من انثى قطعا في مقطع من المقاطع لكنه كان يؤتى به النبي فيضع ابهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثه فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه من دمه الى اخر الحديث فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه من دمه هذا هو الدم الذي يتحدث عنه مراجع النجف وكربلاء الاغبياء ويقولون عنه من انه دم نجس وهذا هو الذي يتحدث عنه الوائلي المشؤوم الغبي الاثول حيث يقول عن دم الحسين بعد استشهاده من أنه دم نجس تلاحظون الفارق الكبير بين ثقافة العترة وبين ما عليه حوزة النجف مراجع النجف خطباء النجف ولم يرضع الحسين من فاطمه ولا من انثى، قلت في مقطع انه جزء من برنامج الرعايه الخاصه بحسين ولم يرضع الحسين من فاطمه ولا من انثى لكنه كان يؤتى به النبي فيضع ابهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثه فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه من دمه. ماذا نقرا في زياره الحسين في يوم عرفه؟ وقت الحلقه انتهى ساقرا لكم هذا المقطع وبعد ذلك اودعكم وللحديث بقيه في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى هكذا نقرأ في زيارة الحسين في يوم عرفة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، نخاطب أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، وابن سيد الوصيين، وابن إمام المتقين، وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، وكيف لا تكون كذلك؟ وأنت باب الهدى. وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء غذتك يد الرحمة يد الرحمة هذا إصبع محمد ما الفارق من أن الإرضاع يكون من يد رسول الله أو أنه يكون من صدر أبي طالب ما هو الفارق؟ استهزاء النواصب لا شان لنا به غذتك يد الرحمه تلاحظون ان القران وان الاحاديث وان الزيارات تصب في مجرى واحد الا لعنه على حوزه الطوسي الا لعنه على حوزه النجا ألا لعنة على مرجعية النجف وكربلاء، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على علم الكلام، ألا لعنة على تفاسير مراجع حوزة الطوسي من زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، ألا لعنة على دينهم. ومنهجهم وعقائدهم وفتاواهم وفكرهم وثقافتهم القذرة. نخاطب الحسين غذتك يد الرحمة. غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الايمان. الحديث هنا عن فاطمة وربيت في حجر الاسلام الحديث هنا عن علي غذتك يد الرحمه انه محمد ورضعت من ثدي الايمان انها فاطمه وربيت في حجر الاسلام انه علي فالاسلام هو الايمان في مرحله التاويل الاسلام له معنى والايمان له معنى اخر في مرحله التنزيل في مرحله التاويل الاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام الاسلام تعريفه في ثقافه العتره التسليم لمحمد وال محمد الاسلام هو ولايه علي صلوات الله وسلامه عليه اعتقد ان المعاني باتت واضحه الروايه صحيحه دقيقه روايه الكافي التي حدثتنا بشكل اجمالي عن ارضاع حليمه السعديه لرسول الله صلى الله عليه واله للحديث صله نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان